اولا ولا بدوي يملك قطعة من الارض متفق على مخطط بروفر، لان ينفي مخطط بروفر ومن يجلسوا في هذا المخطط ومن يعمل بتأييد او بغير تأييد لصالح بروفر من البدو. عرب النقب عامة وأهالي السر خاصة لهم اتصال عضوي متواصل دائم قوي جدا مع الأرض. البدوي معني يعيش على نمط الحياة العشائرية البدوية، معني في قرية زراعية اللي يعتاش من تربية المواشي، من فلاحة الأرض، من استغلال الأرض حتى يعيش هو وأولاده وحياته منها. إذا استمر هذا الجدل وهذه السياسة التي تحرم الناس أرضهم وتسلبهم أرضهم، أنا أرى أن سقف النضال سيرتفع أكثر وأكثر. أنا أرى مواجهات عنيفة جدا، أرى حالة من الفوضى لم نشهد لها مثيل في السابق، وأرى اصطدامات كبيرة جدا اللي لم نشهدها في السابق. كل بيوت القرية حتى الآن يوجد عليها أوامر هدم، يعني أحد هذه أوامر الهدم هذه معلق على الباب الذي وراءكم. الإعلام الإسرائيلي ولا مرة بالنسبة للعراقيب أحكوا كلمة واحدة صح. سلطة التخطيط أشبه ما تكون بسلطة عسكرية أمنية، تقوم بكل إجراءاتها بخفية عن الناس، عن أنظار الناس. السكان عرب النقب غير مشتركين في التخطيط. إذا خسرنا الأرض وساومنا على الأرض خسرنا وجودنا في هذه البلاد، وهذا ما تدور عليه سياسة دولة إسرائيل. تستخدمها بشكل مغرض على أساس إنها تسوق الفكرة تبعتها وتستغلها لنهب الأرض وسلبها، وتقول إن البدو وتدعي إن البدو رحل وليس لهم علاقة بالأرض ولم يكن لهم يوم من الأيام ملكية على الأرض. البدو ولا مرة رفضوا التعاون مع الحكومة على الحياة ونمط الحياة البدوية. الحكومة لم تشارك الناس، الحكومة لم تأخذ رأيهم، يعني الحكومة تعمل ما تشاء. مخطط إفرافر هذا تدمير لحياة البدو وليس عمار إلى البدو وتعمير على الأرض ويقلبوا النقب إلى جنة خضراء.